السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي أه، نتمنى كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة وصفة اليوم هي عبارة على الكروكي ديريه أه، لولادك يفطروا بيه تعرفوا الكروكي مليح بالحليب بالقهوة يجي هايل ونعطيكم وصفة كروكي يجيكم أه، يتفتتوا في نفس الوقت يجيكم مقرمش يعني كيما نحبوه الوصفة هذه مش الوصفة اللي خرجت جديدة الاقتصادية وبلا بيض وبلا أنا الوصفات هذه بصراحة ما نحبهاش لولادي ممكن يعني أصلا مدام دائما نقول لكم الهضرة هذه إنه مدام إمكانياتك تسمح مديريش حاجة حاجة ب... نحيلها لها المكونات كامل وديري غير الماء والفارينة وديريها لولادك تعطي السم لولادك يعني ما تديري لهمش خليهم هكذا خير ممكن كاين ناس ما عندهمش صح ويحبوا يفرحوا ولادهم معليش بصح تلقي نساء عندهم يعني ويشفقوا باش يديروا الحوايج ويديروا صوالح للدار ديارهم وكل شيء وتلقيهم من جهه اخرى قاتلين ولادهم يعني يديروا لهم غير في حوايج ما, ما عندها حتى فايدة كما نعرف نحن أصلا السكر والفرينة رم يسموهم السم الأبيض يعني مضرين الواحد ما يستغنى عليهم أفضل لكن نحن بما أنه أولادنا دائما يحبوا يحبوا حاجه يشربوا بها الحليب يحبوا دائما حلويات يعني تفقدوهم بحاجه مش دائما لكن تفقدوهم بحاجه لكن دائما حاولوا تهربوا من الوصفات هذه لل... الاقتصادية مش الجد اقتصادية اللي ما فيها والو يعني كيما قلت لكم ما تديروا لهمش. خير ما تديروا لهم حاجة ما عندها حتى معنى وتقولي دارت لولادي انا هذه نصيحتي لكم فقط وممكن انا مثلا ممكن نديرها وصفة نهار أه حاجه ما اقتصاديه بزاف بلا بيض بلا نديرها في قناتي بس انا ما نروحش كل يوم نديرها لولادي كيما انا الكروكي اليوم ما درتش الوصفه الاقتصاديه درت الكروكي العادي تاع بكري تاع البيض اموا فيه البيض يعني نزيدولو شوي شويه له شويه قيمه غذائيه حتى كي نمد الكروكي غير غير الفارينة تسمى كأني ما ديت لهم شكارة الفارينة وقلت لهم سفوها <applause> احنا اصلا دائما نحاولوا نهربوا من الحوايج اللي تتباع برا خاطر مضره وفيها مواد حافظه وما هيش مخدومه قد قد وما فيهاش مواد يعني هي صحيه قد قد نفضلوا ان نديروا حاجه في الدار باش تكون على عيننا وعلى يعني نعرفوا واش نديروا لولادنا بالتالي يعني نبقوا نديروا الحاجه اللي نختارو دائما الحاجه اللي فيها الفايده ليهم نحاولوا دائما نحسنو من الحوايج اللي نشراها من برا مش نديروا افظع منها نهربو من القاطو تاع برا اللي غير الفارينة ونزيدوا نديروا لهم حتى في الدار غير الفارينة المهم هذا مجرد راي يعني مني كما شفتو المقادير نحتاج ربع بيضات خمسة ربعة للخليط وواحدة باش ندهن بها بيضة باش ندهن بها يعني خمسة ونحتاج كاس زيت بنفس الكاس تكيلي كاس نشا وتكيلي كاس سكر والخميرة ديري إذا في الصيف ديري باكي واحدة تاع عشرة غرامات وإذا في الشتاء كيما أنا درك درت باكي ونص يعني خمسطاعش يعني خمسطاعش غرام وديري لافاني يعني تكثري شويه باش تجي تاعها يعني باين في الكروكي وسر نجاح الكروكي يعني حذاري حذاري تحطي البيض والسكر وتزيدي لهم الزيت مباشره لازم باش ال... ينجح لك الكروكي ويجي كروكي باهي لازم تذوبي السكر مليح تخدمي خدمه بكري يعني بكري ما كان لا بيترا لا ما كان حتى لا عجين ل... خلاط لا والو كنا نخدمو يعني بيدينا في القصعة هكا وت... وتحكي السكر بالكف تاع يدك باش يذوب يعني تخدمي بهذيك الطريقة لازم ما تضيفيش الزيت حتى تشوفي دل... البيض تبدل لونه والسكر دل... آه... ثم تبدي تضيفي الكاس تاع الزيت تدريجيا كيف نفس الوقت تحركي مثلا بيدك ولا ب... وضيفي في كاس الزيت تدريجيا حتى تشوفي زيد بياض الخليط خلاص من بعد تضيفي لافاني وتضيفي الكاس تاع النشا وتضيفي الفرينه الفرينه حتى تحصلي على قوام الكروكي يعني المعروف البيضه كي تدهني تدهني ب... تحطي بيضه والا صفار البيض اذا حبيتي لونه يجي غامق هكا من الفوق ديري غير الصفار واذا عادي كيما درت انا ديري بيضه كامله وتضيفي شوي قهوه وشويه زيت زيت يدير اللمعان والقهوه باش تنحي صفاره تاع البيض ولا ضيفي الحليب ولا ضيفي يعني اي حاجه تن... ولا لافاني المهم تنحي الزفاره تاع البيض وكي تشوفي العجينه نتاعك مطلوقه يعني كي تخدميها تشوفيها بسرعه هيك رجعت تفتح طول تعريضه بزاف يعني عادي انا حسيتها مطلوقه شوي ضفت لها الفرينه زدت عاودت لميتها خلاص حبست الخدمه وضفت لها الفرينه باش تجيني متماسكه شويه يعني عادي ما اذا جاتك مطلوقه لميها وعاودي ضيفي لها شويه فرينه ما تخافي حتى من شيء كما درت انا آه الكروكي ديريه ثلاثه صباع في العرض وصباع في آه في الارتفاع لانه اصلا هو راح يزيد من بعد والتزيين اختياري تحبي ديري جلجلانيه كما تعرفوا كي تحبي ديري ذري آه شويه سكر تحبي ديري شويه كاوكاو تحبي ما ديري حتى شيء تخليها كذا كم بعد كي يخرج ديري تدهنيه بالكونفيتير وتزينيه بالكاوكي والا تغلفيه بالشوكولا تزيين دائما اختياري والكروكي كيما نعرفو كامل كي لازم يتقص سخون تخرجيه من من الفور مباشرة تقصيه من الأفضل المستعمل شهر إذا ما عندكش استعملي موس جديد يعني يكون ماضي كما تشوفوا راني قطعته كامل ومن بعد اختياري ثاني كما نعرفه كامل شكون اللي ما يعرفش الكروكي تحبي تخليه كيما هكا يجي طري خاصه الناس اللي عندهم عجايز في الدار عندهم ناس كبار من الافضل يخلوه لهم كما هكا واذا حابه تحصلي على قرمشه اكثر تقلبيه كما ندير انا وتحمريه من الجهتين الجهه هذه تزيدي تقلبيه تحمري الجهه الاخرى باش يجيك مقرمش انا اولادي يحبوه طبعا المقرم مش محمر مليح لذلك راح نحمرو اذا حبت تخدمي كميه كبيره يعني خطره واحده ضاعفي الكميه خدمي ثمانية بيضات وديري زوج كيسان شاع كيسان زيت ثلاثه صاشيات خميره ضاعفي الكميه تجيك خطره واحده كميه كبيره تقدري ديريها مشروب